سلام بنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين بالحياه ديالكم. وفي الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحلوه غادي نصاوبها اللي كتجي جديده بزاف. وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع البنات، غنصاوبها ان شاء الله رمضان الكريم. وقلت يقدر بزاف فيكم يكونوا عارفينها، ولكن بزاف فيكم يكونوا ما عارفينهاش. تقدروا كتشوفوها بزاف ديال القنوات، لحقاش بزاف ديال الناس كيديروها وتجيكم صعيبه. بالحق هي سهله بزاف. انا ما كيعجبنيش صراحه ندير الحلويات من هذا النوع، ولكن هذه سهله. داكشي باش قلت علاش لا نسجلها ونديرها للبنات، يقدروا حتى هما زعما يديروها لحقاش كتجي لذيذه بزاف وسهله، ما كتحتاجش يعني بزاف ديال الحاجات. غادي نحتاجو 350 غرام ديال اللوز يعني مطحون، الزبده على حسب، لحقاش غير نحتاجو غير باش ندهنو. غادي نصاوب واحد العود بحال هذا، ولا عندكم شي عود يعني شي واحد غليظ بحال هذا ماشي ما تحتاجوش تصاوبوه. الا ما عندكمش تقدروا تاخذوا 4 من هادو ولا 3 اللي خاصين بالشواء، وديروا عليهم بابل الومنيوم كيف ما درت انا باش يساعدكم. وغتحتاجوا لاباط فيلو ولا ماسا فيلو كما كتشوفوا بالنسبه للبنات. هذه غتلقاوها في جميع يعني المتاجر، كيف في المغرب ولا خارج المغرب وفي الدول الاوروبيه ولا في يعني في اي دوله كنظن غتلقاوها في اي المتاجر يعني سوبر مارشي. وصافي البنات نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا البنات لاباط فيلو كتجي بحال هكا، كتجي يعني هي تقريبا كتشبه الورقه ديال البسطيله، غير هي صعيبه شويه في الاستعمال لحقاش كتقطع بسهوله، ولهذا خصنا ناخذ مع حضر. كما كتشوفوا هادو جويد مقطعين واحد شويه، ولهذا خصنا ناخذ مع شويه نخدموا بها بشويه. غادي ناخذ وحده باش نبدا ونوريكم الطريقه. البنات واحد النصيحه يعني ملي غادي ناخذ يعني وحده ديالنا غادي نحاولوا نرجعوا نطويوها بحال هكذا ونديروها في شي زيف ونحطوها حدانا باش ما تنشفش، لحقاش كما قلت لكم هي يعني سهله بزاف كتخسر دغيا. حنا البنات خدينا ورقه من هذوك الاوراق ديال لاباط فيلو، غادي ناخذوها بحال هكا، غادي نسرحوها كما قلت لكم دائما بكل حذر. غادي نحطوا هذا العود ديالنا هنايا، ولكن هادشي قبل ما نديروه غادي ندهنها كامله بالزبده. دابا البنات كما قلت لكم دائما حاولوا على ما يكونوا ندهنوا هاد لاباط هذه، خصنا ندهنوها غير بشويه لحقاش هي رطبه ودغيا كتقطعوا، لهذا دائما ندهنوا الزبده ديالنا بشويه. وغادي نحطوا هاد العود ديالنا هنايا بهاد الطريقه هادي، وغادي نلوي بحال هكا. يعني غنحاول يكون هاد خرج بالي من هنايا وصافي. ونبدا نحط اللوز ديالي. كما قلت لكم دائما اللوز البنات تقدروا تحطوا دائما داكشي اللي بغيتوا تقلوه ولا تكثروه. مثلا هاد الحلوه ما قلت لكمش البنات بان الاسم ديال هادي جات يعني من تركيا، ما عرفتش كيديروا ليها هكا بصح، يعني التركيين يعني بهذه الطريقه اللي سمعت انهم هما غير كيرشوا اللوز ما كيديروش يعني ما كيديروش بكثره بحال هكا. ولهذا تقدروا ديروا شويه، تقدروا تكثروا اللي بان لكم ديروه. تقدروا تستعملوا كاوكاو اللي هو الفول السوداني كما شفتوا، نبقاو دابا نطوي بحال هكا حتى تكملوا هذه كامله. جاتني شويه عوجه هذه ماشي مشكل. ومني غادي نطويها البنات غادي نديروا لها بحال هكا، يعني صراحة هاد العملية سهلة بزاف. صافي وغادي نحاولو نحيدوها من هنايا بشوية، وهذا هو الشكل اللي بغينا. نعاودو البنات العملية بالنسبة لسميتو باش تاخدو شوية كيما قلتلكم دهنتها دابا بالزبدة. غادي نحطها عاوتاني بحال هكا بحال هكا، وغادي نحط اللوز الكمية اللي بغيت أنا. صافي غنعاودو نتنيوهم بحال هكا شتو. المهم هذه العملية سهلة، شوية صعيبة هي في الوقت ديال الطوي ملي كنبغيو نطويوها. صافي عيوها بحال هكا ونجمعوها بشوية بشوية بهاد السهولة شتو. يعني البنات كتجي صراحة سهلة بزاف على مود واش ديروها، ولهذا كنشجعكم انكم تصاوبوا هاد الحلوى الرمضانية ان شاء الله. وصافي البنات هذه هي الحلوه ديالنا كما كتشوفوا هكا كتجي منين يلا كنساليوها. جاتني نيت على قد الورقه، جاوني على قد الطاوه. غادي نديرهم دابا في الفران، ولكن قبل ما نديرهم في الفران غادي نقطعوهم على الشكل اللي بغيت انا، يعني على 3 ولا على 4 على حسب. وغادي نديرهم في الفران. الفران ديالي غنديروا على 180 درجه من الفوق ومن التحت. الا كان الفران ديالكم ما كيسخنش بزاف ديروها على 200 درجه، ولكن مره طلعوا عليها يعني 7 دقائق طلعوا عليها. والفران خصو يكون سخون شويه يلا بدا كيدفع عادي باش نديروها، يعني مثلا شي 5 دقائق 7 دقائق هو كيسخن ونديروا فيه الحلوه ديالنا. يلا نشوفوا من بعد منين تحمر لينا الحلوه.
وصافي البنات، هذه هي البقلاوه ديالنا ولا الحلوه ديالنا وجدات. كنت يعني سجلت لكم الكليب كيفاش يعني سقيتها بالعسل وزينتها، ولكن كيف العاده تمسح ليا ما عرفتش كيفاش. المهم غنحتاجوا العسل باش نسقيوها، واللوز ديال التزيين. انا هاد اللوز شاريه خاص للتزيين، يعني ماشي هو اللي بقى ليا، ولكن حاولوا تشيطوا واحد شويه من اللوز اللي استعملتوه باش تعمروا الحلوه، مش هو باش ديروا يعني تزينوا الحلوه، لكن انا ما بقاش ليا. بغيت نوضح لكم البنات واحد الحاجه، انه هاد الحلوه منين بغيت نديرها في الفران، كان الفران شويه دافي كما قلت لكم على 180 درجه، خليتها 5 دقائق طليت عليها بدات كتحمر، يعني من 5 دقائق حتى 8 دقائق كنظن انها بعدا انا وجدت ليا في 8 دقائق، ولهذا نتوما 5 دقائق 6 دقائق طلعوا عليها اللي بدات كتحمر، زيدوها 2 دقائق صافي، يعني على حسب نتوما حتى تولي بحال هكا. ولهذا دائر ردوا ليها البال مزيان، لحقاش هاد الحلوه كطيب بسرعه. سقيتها مزيان بالعسل كما كتشوفوا جناب، يعني سقيتها بالفوق بحال هكا بالمعلقه. من الاحسن يكون العسل يعني العسل شي يعني الجوده ديالو مزيانه. انا كناخذ هاد لامارك، هادي كتكون في لي سوبر مارشي الكبار، زوينه بزاف، ديال المذاق ديالها بحال العسل الحر. وزينتها باللوز كما قلت لكم، الاحسن الا بقى لكم شويه من اللوز باش عمرتو احسن. ونقول للبنات انه اللوز اللي استعملت بالنسبه للبنات المبتدئات انه حمرتو يعني قليتو عاد باش طحنتو ودرتو هو باش عمرت يعني الحلوه. وصافي البنات، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، يعني قلت ندير لكم شي حاجه تخص رمضان في القناه باش نحسوا حتى يعني البنات اللي متبعين القناه تحسوا شويه بالجو ديال رمضان، ما نخليوش يعني كلشي ماكياج ومشتريات وداكشي. وهذا كنت علاش لا غنديرها اليوم ونشاركها مع البنات في القناه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وزيدوا كلوا بالصحه والراحه، ولكن للاسف ما نقدروش ناكلوها دابا، خصنا نخليوها الليله كامله. لهذا البنات يعني ملي غادي نسقيوها بالعسل ونزينوها باللوز ديالنا نخليوها حتى الصباح عاد باش نقدروا نبداو ناكلو منها باش داك العسل تشربوا الحلوه مزيان. وصافي البنات، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وحتى الفيديو ما جي ان شاء الله ما تنساوش تخليو ليا الاقتراحات ديالكم في التعليقات ولا اي حاجه بغيتوني يعني نجاوبكم عليها، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. راه ضروري البنات مؤخرا يوتيوب ولا كيدير يعني ما نعرف ما بقاش يعني كيوصل جديد البنات، ولهذا ضغطوا عفاكم على زر الجرس. وبالنسبه للبنات اللي كنتي جديده في القناه مرحبا والف مرحبا بك، يعني ضغطي على زر الاشتراك غادي نكون فرحانه ونفرحوا بك كاملين. ولهذا السلام عليكم، وحتى الفيديو ما جي ان شاء الله. باي باي عليكم.